الحجر الفلسطيني ويصدر اليوم ل 72 دولة خارج الوطن. هي مواد خام فلسطينية 100%، والأيدي العاملة فلسطينية. يعمل في هذا القطاع 25,000 عامل وموظف بشكل مباشر، و 5,000 أو أكثر بعمل غير مباشر. الاكتفاء الذاتي موجود من مواد الخام، وما يزيد عن حاجة المصانع يتم تصديره إلى الأردن. إن معظم المحاجر اللي فيها الجودة العالية هي موجودة في مناطق سي، وهي مسؤولية من الجهات الإسرائيلية. عم منحاول إن نطلع تصاريح نشتغل في هاي المناطق، لحتى اليوم لا ما أعطونا لا رخص ولا تصريح. ففي نزول مستمر وفي هبوط مستمر للأسعار. أنا بالثمانينات والتسعينات كنت أبيع 100-150 ألف شيكل، كنت أربح 100 ألف شيكل. اليوم ببيع بمليون شيكل، لا يتعدى ربحي من 25-50 ألف شيكل بالشهر. الكمية الكبرى هي من إنتاج الحجر الفلسطيني بتروح للسوق الإسرائيلي. حوالي 60% من إنتاج الحجر الفلسطيني هو يباع في السوق الإسرائيلي.